لا بس دي ده يعني احنا لعبنا قبل كده معلش بس طبعا زي ما انتوا شايفين العربية معانا النهاردة زي ما انتوا كده شايفين العنوان بتاع المقطع اشترينا عربية جديدة وهنشتري عربية جديدة ان شاء الله نشتري موضوع في المدايح في الألعاب إن شاء الله المرة الجاية نفتح شارع جديد كده أنا عملت البنزين أوتو وخليت حوض يمين وشمال وخدني براحتي بدل ما أبقى أدوس بنزين صعب اصلا متلاق يعني مش عارف اسوق بسبب اليمين والشمال اللي هما المخطوطين انا كنت عايز اشتري الموبايل بس قلت لا مش مشكله اشتري دي جربها سرعتها اكتر من 100 هنشوف سرعتها اكتر انا لعبت شوية كده تفعلوا زر الجرس لو مكنتوش تفعلوه عشان يوصلك كل جديد لو حد عايز يعمل حاجة كده تكون خلصت حلقتنا النهارده مع السلامة.